فعلا انا قدمت الاستقاله ديالي من ناحيه التنسيق كمنسق جهوي ومنسق اقليمي ماشي استقاله باش ما يوقعش التباس فهمتيني المسؤوليه اللي عندي تراجعت عليها لانه النتائج ديال اللي حصل عليها في الانتخابات الحاليه ما كانش مرضيه ما كانش هي المرجوه ما كانش هي المطلوبه وبالتالي لما تكون النتائج في الاعراف الديمقراطيه مثل هذه الدنيا خصو ما يرجعش يلا باش يخلي شي واحد اخر يجي من الحزب الجديد هذا هو الاقل ولا اكثر ماشي شي ولكن لماذا تقديم الاستقالة في هذا الوقت بالذات؟ ولا ثلاث مرحلة ديال النتائج صافي انتخابات الجماعية وانتخابات الأغراف وانتخابات ديال العمالة نتاعها باقي المستشارين هذه بين المستشارين احنا خدامين فيها نهار الجمعة إن شاء الله التالي هذا الموسم ديال الانتخابات مسلسل انتخابات نتاعها انتخابات حتى ينتهي المسلسل الانتخابي خليت المجال لحد آخر يجي من جديد يعني باش يعني حاول يجمع شتات الحزب يعني الحزب مشتت وبالتالي خشي حد اللي غادي يجمعهم. من بعد تقديم الاستقالة ديالكم يعني كاين أخبار راجت حول تقديم مجموعة من الاستقالات خصوصا في جهة طنجة تطوان ما صحة هذه الأخبار؟ ما أنا ما عندي حتى شي حاجة حتى شي استقالة ما خبرت حتى شي حاجة لا علم هذا والله